شرعت مصالح بلدية الحمامات في تنفيذ القرارات اللي اتخذتهم لجنة البناءات المدعية للسقوط، اللجنة الفنية اللي تتركب من التجهيز، الحماية المدنية، الشرطة البلدية، المعتمدية ومصالح البلدية، اتخذوا 13 قرار هدم. هم البارح تم تنفيذ القرار الأول، سور كبير على امتداد 50 متر. اليوم تنفيذ زوز قرارات في أرض تابعة ملك الدولة، بناءات مع مستودع وبيت كبيرة، وإن شاء الله من هنا الأسبوع المقبل مش نكملوا ننفذوا 3 قرارات أخرين. أسبابها هي القرارات، أثبتت اللجنة الفنية اللي البناءات هذه مدعية للسقوط، اللي تشكل خطر معناتها سواء على المتساكنين ولا على المارة. كما البارح تابعتوا معنا السور الكبير على مستوى الطريق الحزامية، ومعناتها يمثل خطر كبير. معناتها قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة سواء مع الأخيان في حرس المرور ولا المصالح الكل، وتم تنفيذ القرار هذايا. وإحنا نحبوا المواطنين يكونوا متفاهمين اللي راهو هذايا الإجراءات الكل هي حماية لهم.